تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لضمان وصول فيديوهاتنا لكم. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي. في هذا الفيديو راح نقدم لكم تورتية بالبطاطا محشية بالخضر والتونة بدون قليل. في مقلات نقطعوا حبة بصلة الى شرائح، نديروا معها زوج معالق زيت ونخلوها تتقلى على نار هادئة مع شوية ملح. بعد ما تتقلى البصلة وتدبال زيدوا ليها الجزر مبشور، حبة جزر كبيرة. بعد ما يدبل الجزر زيدوا حبة كبيرة نتاع الكابويا مرابية. شوية فلفل أسود، أنا ما نبغيش نكتر الفلفل، أنا الزوج تاعي ما يبغيش الفلفل الأسود. نتوما ديروا على حساب الذوق نتاعكم. كي نحسوا بلي الخليط كاع طاب نزيدوا لها مغرف، نزيدوا ملعقه تاع طماطيش مصبعه. بعد نزيد عليها زوج علب تاع الطون بالطوماطيش، تقدري ديري الطون وحده ولا تزيدي ديري الكفته، انت لك الاختيار. نخلطوا غير شويه ونطفوا عليها لخاطرش الطون راه طايب وكلشي كلشي راه طايب. نطفو على الحشوه ونخليوها تبرد على جهه ونزيدو نكملو بقيه الوصفه. المرحله الثانيه تاع الوصفه عندنا 4 بطاطات كبار، انت تقدري ديري على حساب افراد العائله تاعك. غادي نبداو نرابو البطاطا. غادي نكمل البطاطا ونولي معكم. ها هي البطاطا بعد ما رابيناها بالجهه الغليظه، نعصرها مليح من الماء نتاعها. نديرها في اناء واحد اخر، بعد ما عصرنا البطاطا خرجنا منها كاع الماء هذاك الزائد اللي خرجته، نزيدوا عليها الملح شويه فلفل اسود. انا من باش نكتر راني حكيت لكم حكايتي، نتوما ديروا على حسب الذوق نتاعكم. ملعقه كبيره تاع الثوم بودره، قد ديري الثوم الاخرى طرابيها، انا نبغي الثوم بودره. شويه معدنوس مقطع، زوج ملاعق كبار نتاع لا شابلوغ خبز مرحي، انا ما نبغيش ندير فيها الفرينه، ندير لا شابلوغ احسن. نزيدو فيها البيض على حسب ما تتلملنا البطاطا. راح ندير الحبة الاولى، الحبة الثانيه،
ونشوف. هكذا نزيد لها حبه واحده اخرى، حبه ثالثه، نخلطهم مليح بالبيض مع البطاطا. ديروا لها الزيت، شويه زيت، نخلو الزيت تحمى على، نحطو نصف تا الكمية نتاع البطاطا، ناقص النار على نار هادية. من بعد نسرحو فوقها الحشو اللي خدمناه هكذا، هكذا هي بشوية نسرحوها كاع فوق البطاطا. دائما النار هادئه ما نجهدولهاش باش تطيب البطاطا في خاطرها. كملوا كاع الحشوه، زدت قصيت فوقها فرماج مثلثات الى قطع صغيره. من بعد نزيد نسرح فوقها النصف المتبقي تاع البطاطا اللي خليناه، نبلعوا بها البورطه تاعها هكذا، نسرحو هذاك البيض اللي نزل من البطاطا، نزيدو نديرو من الفوق. سمحوا لي على الكاميرا راح تبان فلو. ونخلوها تطيب من التحت، كي نحسوا بها طابت من التحت نقلبوها على الجهه الثانيه. بعد ما قلبتها زدت عليها الجبن المبشور ونخلوها تطيب من التحت، نغلقوا عليها ونخلوها تطيب. ها هي الطرطيه واجده، نتمنى لكم شهيه طيبه، ونقول لكم تبقوا على خير في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.